بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا شرح لهذا الموقع الجبار اسمه بدي اف سكيب. اسم الموقع تقدر تعدل فيه اي ملف بي دي اف بكل سهولة وبكل بساطة من دون برامج من دون اي شيء صعب. دخلنا الموقع نروح بعد كده على تحميل القوات الدفاع، وهذه الترجمة اصلا غير صحيحة اتوقع. بعد كده نقدر مثلا عندي هذا الملف مثلا قديم، نقدر نعدل عليه بشكل غير طبيعي. مثلا اذا حبيت انت بترسل لشخص وهو رسمي او شيء، ضغطنا الان على زر التعديل ننتظر. مثلا هذا هو هنا البنك حقي مثلا، نضغط هنا على علامة مثلا كتابة، نضغط السهم على تحت، تقدر تضيف تحته خط. هنا قاعد يشرح لك كيف يديك بكل بساطة، بيشرح لك مثلا نضغط السهم تحته خط مثلا. مثلا انا حددت على هذا الشيء مثلا تاريخ كذا مثلا، او مثلا حبسه بدائرة، الدائرة الشفافة لون الدائرة، يعني تعديل جدا جبار. مضلع علامة الاختيار مثلا علامة صح مثلا، توقيع مثلا انا حاب اوقع مثلا هذا التوقيع مثلا، احط توقيعي هنا مثلا. فبرنامج اكثر مرة. بعد كذا نضغط على كلمة التحول، نقدر نعدل على كذلك تحول من بي دي اف الى اي ملف اخر وورد او اي برنامج زي ما انتم شايفين الان. اهو ضغطنا على تنزيل هذا الدوك اللي هو الوورد، من جي بي جي صورة او اي شيء. فاتمنى قد فتكم شيء بسيط. كان معكم اخوكم خادم ناري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.